بيان عاجل جديد من الرئيس السيسي عن سد النهضة منذ قليل، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وأول تحرك من سامح شكري في الأمم المتحدة قبل ضرب سد النهضة، وعاجل البابا توادروس يكشف المستور في أزمة سد النهضة. وننشر لكم الجسر الجوي العاجل بين مصر والإمارات، وحلمي بكر يفتح النار على الممثل المصري محمد رمضان. في البداية صلوا على الحبيب. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وأول تحرك من سامح شكري في الأمم المتحدة قبل ضرب سد النهضة. الخارجية المصرية أعلنت إن الوزير سامح شكري التقى الأمين العام لمجلس الأمن الدولي أنطونيو جويتريتش لبحث قضية سد النهضة، وجاء على حساب المتحدث باسم الخارجية المصرية في تويتر إن الوزير سامح شكري يلتقي بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جويتريتش للتأكيد على موقف مصر الثابت في قضية سد النهضة، وعلى ضرورة اطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن، ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانونا يراعي مصالح الدول التلاتة. ويزور سامح شكري نيويورك، حيث التقى عدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة لبحث قضية سد النهضة. يأتي ذلك في عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول سد النهضة بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد النهضة. مصدر معانا كان من RT، وزي ما حضراتكم عارفين موعد اجتماع مجلس الأمن بخصوص سد النهضة هو اليوم الخميس موافق 8/7/2021. يعني أنا من وجهة نظري إن مجلس الأمن لن يصدر أي قرارات في هذه القضية، وممكن إنه يعني يدعو الأطراف الثلاثة للتفاوض، ويعني إحنا تفاوضنا كتير ومجلس الأمن كانت آخر خطوة، وأنا شايف إن مصر ستقوم يعني بعمل عملية كبيرة بإذن الله، وأنا عندي ثقة كبيرة. كلنا لازم يكون عندنا ثقة كبيرة في القيادة السياسية والجيش المصري في هذه القضية. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، أحب أفكر حضرتك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. يلا نكمل الأخبار مع بعض. انتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وبيان عاجل جديد من الرئيس السيسي عن سد النهضة. وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيا مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيديكي مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي. وذكر بسام راضي الناطق باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي بحث مع فيليكس تشيسيديكي مستجدات قضية سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولية للنظر في القضية. الرئيس السيسي أكد أن توجه مصر والسودان لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة جاء نتيجة للتعنت المستمر ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن التعنت المستمر أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الحالية برعاية الاتحاد الإفريقي. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للاهتمام الذي توليه جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي بملف سد النهضة، والجهد الذي بذله الرئيس تشيسيديكي لرعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة ويحفظ حقوقها المائية. كما أكد الرئيس السيسي أن تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن بيهدف لتعزيز المسار الإفريقي، ويؤكد على قيادة الاتحاد ورئاسته للمسار التفاوضي مع تمكين رئاسة الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة للاطلاع بدور فعال في تسيير النقاش، ومعاونة الدول الثلاثة على التوصل لاتفاق ملزم قانونا لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني وواضح ومحدد. من جانبه أعرب الرئيس تشيسيديكي عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات لضمان نجاحه بهدف الوصول لحل لقضية سد النهضة. أكد استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة
للعمل على الوصول لاتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية. كما أكد الرئيس أن التحرك المصري السوداني في مجلس الأمن من شأنه أن يدعم مساعي التوصل لحلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود لتوفير كافة العوامل والسبل اللازمة لتعزيز المسار الإفريقي لتمكين الدول الثلاثة من التوصل لاتفاق ومن ثم الحيلولة دون زعزعة الاستقرار في المنطقة. المصدر معانا كان من RT، بننشر لحضراتكم يعني هذا الخبر الهام. يعني أعتقد أن هذا هو اتصال الرئيس السيسي بالاتحاد الإفريقي قبل ضرب سد النهضة، يعني زي ما بتقولوا مصر بتوجه شكر للاتحاد الإفريقي على دوره الغير بناء، ولكن يعني تقديرا من مصر للاتحاد الإفريقي أعتقد أن هذه هي مكالمة ما قبل ضرب سد النهضة. هذه وجهة نظري، وإن شاء الله هنشوف مجلس الأمن النهاردة هيطلع يقول إيه أو ماذا سيحدث إن شاء الله في مجلس الأمن النهاردة، وإن شاء الله هغطي لكم كل الأخبار بخصوص هذا الأمر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل البابا تودروس يكشف المستور في أزمة سد النهضة. كشف قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن موقف الكنيسة من أزمة سد النهضة، مؤكدا أنها تصلي من أجل نجاح الجهود الدبلوماسية الحالية من أجل الوصول لحل مشكلة سد النهضة رغم الاستفزازات والتصريحات التي يصدرها الجانب الإثيوبي. أشار خلال عظته الأسبوعية مساء الأربعاء إلى جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها اليوم، والتي ستقوم مصر والسودان بعرض المشكلة للوصول لقرار لصالحهما في هذه الأزمة. البابا شدد على أن طول البال لن يستمر إلى الأبد في ظل إصرار إثيوبيا على أن يكون لها رأي منفرد بعيدا عن دولتي المصب مصر والسودان. وذكر البابا: أود أن أشير إلى التحدي الذي تواجهه مصر الآن في موضوع سد النهضة الذي تبنيه دولة إثيوبيا الشقيقة رغم كل الجهود الدبلوماسية والسياسية وطول البال، ونحن نصلي من أجل جلسة مجلس الأمن في الغد حيث تعرض مصر والسودان هذه المشكلة على المجتمع الدولي. وقال إن إحنا نثق أن هذه الجهود لن تذهب هباء رغم الاستفزازات والتصريحات التي تظهر أن إثيوبيا تحاول أن يكون لها رأيا منفردا تماما بعيدا عن دولتي المصب. وواصل: نصلي من أجل جلسة مجلس الأمن ليعطي الله فيها نعمة وحكمة، وهناك مشروع قرار مقدم من دولة تونس بصفتها دولة عربية وإفريقية، ومصر ظلت تحاول أن تقدم كل الحلول الممكنة وتستجيب لكل الآراء وتجاوبت مع كل المفاوضات، ولكننا نرى أن طول البال والمفاوضات لن يستمر إلى الأبد، ومصر بقياداتها السياسية وبقياداتها الشعبية أيضا والحكومة المصرية قادرة أن تحمي كل الحقوق المائية وأن تحفظ الأمن المائي لمصر. وكما نعلم أن النيل وهب الحياة لمصر منذ آلاف السنين، والنيل أوجده الله الخالق وهو من أكبر أنهار العالم، وجعله الله يمر في 10 دول أفريقية يرويها، ومصر هي الدولة العاشرة والأخيرة دولة المصب، وإمكانياتها وقدراتها وتاريخها كل هذا قادر أن يحفظ لها حقوقها. وأكد: أرجو أن يجعل الله لهذه الخطوة الأخيرة مردودا إيجابيا تجنبا لدخول منطقة القرن الإفريقي في صراعات ونزاعات وحروب في كوارث وأزمات تجلب شرا على الجميع. أضاف: نصلي أن يعطي الله الحكمة والسلام والهدوء ويعطي معونة لكل الذين يقومون بعملية التفاوض خاصة في نيويورك حاليا، والتي سبقها الجهود المصرية على مستوى وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وهذا كان البيان العاجل من البابا تودروس، تحية طيبة لي. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وننشر لكم الجسر الجوي العاجل بين مصر والإمارات. وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم أعلنت أنه سيتم إطلاق جسر جوي لتنظيم عودة الراغبين من المصريين العالقين بالإمارات إلى أرض مصر اعتبارا من اليوم الخميس. أكدت مكرم المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث يتم إطلاعه على كافة التطورات الخاصة بموقف العالقين المصريين بالإمارات. وأضافت أن وزارة السياحة والآثار استدعت الشركات السياحية التي قامت بحجز تذاكر الطيران الخاصة بالمصريين العالقين بالإمارات لبحث آلية عودتهم،
مؤكدا ان الشركات السياحيه قد تعهدت باتخاذ كافه الاجراءات لعوده المواطنين الى ارض الوطن. اعلنت انه بدايه من اليوم الخميس سيكون هناك جسر جوي لعوده الراغبين من المصريين العالقين بدوله الامارات الى ارض الوطن، لافتة إلى استمرار التنسيق مع خالد العناني وزير السياحة والآثار ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني حتى الانتهاء من عودة الراغبين المصريين العالقين. وأهابت بعدم الاعتداد بأي معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية بما قد يعرض المصريين العالقين بالإمارات لأي ضرر. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وحلمي بكر يفتح النار على الممثل محمد رمضان. هاجم الموسيقار المصري حلمي بكر الفنان محمد رمضان متهما إياه بإفساد الذوق العام. وقال بكر حسب ما ذكرت بوابة أخبار اليوم المصرية إن حال الأغنية خصوصا والفن عموما وصل إلى مستوى سيء، محملا بعض النجوم الذين تخلوا عن دورهم في النهوض بالفن المسؤولية. وأضاف: مع الأسف الفن حاليا يعيش أسوأ مراحله، وأصبحت هناك أمور أخرى تشغل الفنانين بعيدا عن تقديم فن محترم. وصرح بأن بعضهم يسعى لتقليد المهرجانات بحثا عن الفرقعة ليس أكثر. ووصف ما يقدمه رمضان من محتوى سواء على صعيد الأغنية أو السينما بأنه ليس فنا، مؤكدا أن ذلك النوع من إفساد الذوق العام. شدد على أنه لن تنهض الأغنية ولا السينما طالما بطلها محمد رمضان، أو كما يطلق على نفسه نمبر ون. كما انتقد حلمي بكر أيضا موقف بعض الفنانين الذي وصفه بالمتخاذل تجاه دورهم في الفن قائلا: أين المطربات والمطربين الذين من المفترض أن يكونوا امتدادا لجيل العظماء؟ أين أصالة وشيرين على سبيل المثال؟ وتابع قائلا: الإجابة مشغولين بأمور أخرى كالمشاكل الشخصية والبزنس وتقليد موجة المهرجانات وغيرها، ولهذا أحمل هؤلاء مسؤولية ما وصل إليه حال الفن في الفترة الأخيرة. المصدر معنا كان من بوابة أخبار اليوم. ويعني سؤال صغير على حضراتكم: هل أنتم مع محمد رمضان أم لا في اللي هو بيقدمه من فن؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نعرف مع بعض موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة. ووزارة التربية والتعليم أعلنت وكشفت عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير، وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2 أغسطس المقبل. ووجهت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك نصائح لطلاب الثانوية العامة أنه يجب حضور الطلاب قبل بدء الامتحان ب60 دقيقة للانتهاء من إجراءات التأمين، وفي حالة الحضور متأخر يعتبر هذا من وقت الامتحان، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والفنية. وستقوم الوزارة باختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا. مصدر معنا كان من الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما ثقلتش عليكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.